ننهي العادة بالحفل الذي نظم لفائدة العديد من المؤسسات والشركات على هامش الدوري السنوي في كرة القدم داخل القاعة الذي شهد مشاركة فريق القناة الثانية. حفل تميز بتكريم مجموعة من الزملاء الصحفيين كحسن فاتح، مراد متوكل وخالد أزدون، إضافة إلى فريق الوداد البيضاوي لكرة السلة، ثم مصطفى حجي ومونيا الوليدي بطلة في سباق السيارات، علاوة على وجوه فنية كسعيد موسكير. هذا الدوري وللتذكير دار على امتداد موسم بأكمله عبر نظام الإقصائيات قبل الوصول للنهائيات ثم حفل توزيع الجوائز. كتعبر على لي زيفور لي كيدير كل واحد، لابوتيسمون ديال لانفيستيسمون بيرسونيل ديالو. حتى التكريم كيحفز للناس ديال الرياضه وكيزرع فيهم واحد الروح، وكي حتى الناس ما خاصهم والو، راه خاصهم غير واحد التشجيعات. التظاهره تهدف الى تقديم جوائز للفنانين الصحفيين لاعبين دوليين سابقين. احسن العناصر خلال التظاهره التي جمعت بين مختلف المؤسسات والشركات احسن مدرب، احسن لاعب، احسن عميد فريق، وايضا الروح الرياضيه. قبل توديعكم ترقبوا كودي سبور في 9:44 دقيقة من مساء اليوم رفقة شكري العلوي. نهاية الموجز، في أمان الله.